ووصلنا لأولى مساحاتنا لليوم رح تكون ضمن المساحة القانونية. نور رح نحكي عن موضوع كتير مهم هو النصب والاحتيال. دائما بنشوف بالمجتمعات لما يكون في أزمات أو حروب بشكل عام تكتر هاي الحالات، وعم نشوف هيك يعني نتابع السوشيال ميديا عم يصير في عم يتفننوا مثل ما بيقولوا باساليب الاحتيال. صحيح نيرمين، ودائما بيقول لك القانون لا يحمي المغفلين، لكن للاسف يجب يكون في قانون يردع الاحتيال والنصب، لانه مثل ما قلتي بالاونه الاخيره عم نشوف احتيال نصب كثير كبير، والناس يمكن بعد عم تتعامل يمكن البيوت السوريه، البيوت الدمشقيه، الحلبيه، كل المحافظات تتعامل مع الناس من طيبه قلب. لليوم تسمعي قصص عن النصب والاحتيال بتستغربي كيف عم تصير او كيف عم تكون، لكن ضمن القانون السوري اكيد في رادع وفي عقوبات. رح نفصل هيدا الشيء اكثر مع المحامي الاستاذ احمد دعبولي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحكم كل خير يا رب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. خلينا نبدا من القانون السوري، كيف عرف موضوع الاحتيال؟ هلا بدايه القانون السوري ما عرف الاحتيال كما عرف السرقه بشكل واضح، لانه الفقه قانوني عرف الاحتيال بأنه هو الاستيلاء على مال الغير المملوك للغير بقصد تملكه بطريق الحيلة والخداع. لكن إذا بدنا نجي نحن للقانون السوري وكيف فند موضوع الاحتيال، بنلاحظ أنه المادة 141 من قانون العقوبات العام هي فقط حددت الحالات التي تنطبق عليها جرم الاحتيال، وذلك على سبيل الحصر. والمادة 141 تقول هي كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقولا أو سندات تتضمن إبراء أو تعهدا بإحدى الوسائل التالية. الوسائل اللي ذكر القانون هي على سبيل الحصر لابد من توافرها لوقوع جرم النصب والاحتيال، اللي هي تلفيق الدسائس، يعني الواحد بطريق الغش، بطريق الخداع، باستخدام اسم مستعار، صفة كاذبة، بالاستفادة من ظرف مهد له المجرم على سبيل المثال، بعدة طرق أي شيء قد يدخل في موضوع الاحتيال. هو نحن يعني خدع شخص آخر، استفاد منه، قام بإقامة أو اختلاق كذبة، أيد شخص ثالث للاستفادة من ظرف، قد يكون الضحية أحيانا واقع بظرف معين. كثير نعرف نحن خلال السنوات السابقة مثلا على سبيل المثال نحن سكول يكون يعني حكينا مفهوم أكثر، أنه كثير من الأشخاص تم فقد أولادهم، تم فقد خطفهم أو تم اعتقال أو أيا كان السبب، نحن لقي شخص عم يجي على العالم وكتير أنا فيني طلع لك إياه، أنا فيني زبط لك أموره مثلا مقابل مادي. صحيح. هنا استفدت من الظرف. أنا شخص بحاجة وظيفة، أنا قد أوهمه أنا بإني قادر على تأمين هذه الوظيفة، شخص بحاجة أي شيء كان، أنا سواء أنا استفدت من هذا الظرف أو أنا قمت باختلاق هذا الظرف، أحد الوسائل التي تنطبق عليها شروط مذكورة بالمادة 141 من قانون العقوبات العامة. لما نحكي عن قانون العقوبات العامة كنا عم نحكي معك أستاذ أحمد دعبول تحت الهواء، ودائما بكل حلقة بنسلط الضوء على نقطة مهمة ضمن القانون السوري، في تعديلات مهمة، بس بما يخص الاحتيال والنصب ما في تعديلات إلى الآن. ولما نقول الهدف أساسا من القانون هو عمل يعني فينا نقول ردع. صحيح. يعني هو بالأخير ردع الاحتيال والنصب، ردع أي شيء. احنا شفنا بما يتعلق بالشبكة والعقوبات بما يخص الاحتيال عبر الشبكة كان في تعديلات وكان في قانون خاص، بس لما نقول ما في تعديلات لهلأ، مش هيدا كمان الرادع تخلخل؟ يعني فينا نقول لما هو الهدف الأساسي من ردع هاي العملية، اليوم عم نقول لا، في خلخلة شوي إذا ما في تعديلات ضمن هذا القانون. حتى الغرامة المالية كنا عم نحكي معها تحت الهواء هي للأسف من 150 ليرة. صح. يعني ما إلا قيمة، يعني بالعكس أنا بعمل احتيال ونصب من هون لبكرة الصباح وشو هي عقوبته ولا شيء. هلأ نحن المشكلة إحنا عم نلاحظ دائما القوانين السورية هي في طور التعديلات. يعني مثل ما حكيتي حضرتك، الشيء الوحيد اللي يتعلق بجرم النصب والاحتيال هي المادة 21 من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، اللي هي نصت يعني شددت العقوبة، جعلتها إذا كان الاحتيال واقع عبر الشبكة من 3 سنوات الى 5 سنوات وغرامة من 500 ليرة. يعني اذا بتحتال عبر الشبكة انا بعاقبك، مو ضمن الشبكة ما في عقوبة، بس مش رادع هي يعني ضعيفة جدا. يعني المادة 141 حددت العقوبة هي من 3 شهور لسنتين وغرامة من 100 الى 500 ليرة سورية. طبعا هلا هون في تفريد برجع بحكي بعد شوي. انا الاحتيال عبر الشبكة المادة 21 هي ذكرت بانه العقوبة هي من 3 سنوات الى 5 سنوات والغرامة من 500 الى 2 مليون ليرة سورية. لكن الفكرة اللي بدي احكيها انا، صح نحن الغرامة مثلا او العقوبة هي من 3 شهور وفينا نجاوزها حسب المادة القانونية، القاضي وقت يتأكد ويثبت لديه وقوع جرم النصب والاحتيال ما في يزيد مدة العقوبة، مدة الحبس هي من 3 شهور لسنتين، لأنه الغرامة صح من 100 إلى 500 ليرة سوري، لكن هو القاضي له السلطة وله الصلاحية بالتعويض عن الطرف المتضرر سواء صحيح.
عن ضرر المادي، عن بس نحكي لما كان يكون في عنده محامي زي كذا موضوع مختلف. مثل ما حكيت حضرتك، الهدف من اي قانون خاص القوانين حصر القوانين الجزائيه هي الردع العام والردع الخاص. صحيح. لما بتطور هذا القانون بتعدل الى تشديد العقوبه في هذا الشان، هون فعلا ممكن يحقق شيء من الردع العام. اضافه الى انه سوء الاوضاع الاقتصاديه احنا بنلاحظ بالفتره الحاليه فعلا كتران هالقصص هيك كلياتها، جرائم النصب والاحتيال قد يكون له دور فيها جزءا ما، معني بعتبره انه ما له دور كبير عليه يتجاوز 20 او 30%. هي الردع العام والردع الخاص غير متوافرين. صحيح. في تشكيل هذا الجرم وفي الخوف من ارتكابه، كونه انه من 3 شهور لسنتين غرامه من 100 ل 500 ليره سوريه، يعني ما بتحقق الردع اللازم والواجب توافره حقيقه. مثل عم تضرب ابنك على ايده بس مشان ما يعيد، يعني ما كثير هو رادع قوي. صحيح. صحيح. مثل ما ذكرت حضرتك موضوع الحيلة والخداع بشكل عام هو عنوان، ولكن تحته بتفرع كتير بنود للأساليب والطرق يلي بتتم. ومثل ما ذكرنا ببداية حديثنا أنه نتيجة الظروف عم يتفننوا بهي الأساليب. خلينا أكثر هيك نعرف المشاهدين عن طريقة إقامة الدعوة. كيف في الشخص تعرض لعملية نصب واحتيال؟ من وين يبلش؟ قديش ممكن تأخذ وقت يقدر حتى يحصل حقه؟ هلأ من حيث نبدأ، هي لكل جريمة ظروفها الخاصة وطرق إثباتها وطرق نفيها. بداية لما أي شخص بيوقع ضحية جريمة النصب والاحتيال بيبتدأ بالشكوى، هي إعلام السلطات القضائية بوقوع جرم النصب والاحتيال بتقديم شكوى أو بسمينا إحنا معروض أمام النيابة العامة في المنطقة التي يقع فيها موطن الشخص، سواء المدعي أو المدعى عليه، الشاكي أو المشكو منه، بشرح القصة بالكامل، إنه أنا مقدمه الشخص فلان الفلاني المقيم في كذا بالمنطقة، بيشرح الموضوع. أنا تعرفت على شخص من ما يقارب سنة سنتين ثلاثة أربعة. طبعا هون بنلاحظ نحن إنه الشخص كتير أحيانا الشخص المحتال، لنوه لنقطة كتير هامة، عم دائما رح يأول رح يسوف طبعا حال تم كشفه في إعادة المبلغ. هون نحن نلاحظ إنه لازم ما ينقضى على وقوع الجرم الفترة التي تنقض بالتقادم تمام، حسب العقوبة أو حسب الجريمة تاريخ وقوعها، لكن تبدأ هي بمعروض بشكوى. النيابة العامة في المنطقة التي تم تقديم الشكوى إليها تحيل إلى الجهات المختصة اللي هي قد تكون فرع الأمن الجنائي أو قسم الشرطة للتحقيق ولإجراء الضبط اللازم. بيتم استدعاء الشخص بداية الشاكي بمحاولة يتم استدعاء المشكو منه. كمان هون في ننوه القصة أنه جريمة النصب والاحتيال بأغلب ظروفها هي ما فيها سندات، يعني شخص ما بيكتب أنه أنا أحرره. هذا بدي أسألك عنه، يعني هي جزئية أغلبه هو التعامل مثل ما يتعاملوا قديما بثقة، عن محبة، عن طيبة. يعني حتى لما تقول تفقد مثلا فينا نقول الدعوة إذا مر وقت طويل، أحيانا بيكون عندك شخص ثقة عمياء بهذا الشخص. صحيح. تنطر مثلا بأنه في ظروف عليه أو في مرت أشياء يمكن لهلأ ما قدر يقوم بالعمل اللي أنا طلبت منه. بس السندات قديش مهمة، لأنه القانون بيقول لك أنا لا أحمل مغفلين، وأغلب العمليات الاحتيال والنصب عم تكون ما فيها سندات. هون كيف فيني أنا أقدم دعوة وأضمن حقي بهيدا الوضع؟ مبدئيا يفضل يكون في سندات، لكن إذا ما في حضرتك ما في بيتم إثباته بالبينة الشخصية. البينة الشخصية هي شهود، يعني أنا بستدعي أنا شخص قام بإهامي بوجود مشروع كبير مثلا، إهامي بتأمين وظيفي، إهامي بأي شيء أنا بحاجته، وقام بهالوسائل الخداع بوسائل الكذب والغش بالاحتيال علي بدفعي إلى تسليمه أموال أو سندات. أنا ساعدت وقوع هذا الشيء، من كان موجود مثلا، قد يكون احيانا احد الادله اللي ممكن نستخدمها احنا بالقضاء حاليا بالوسائل التقنيه، وجود مثلا رسائل نصيه، وجود محادثات واتساب، اي شيء ممكن يثبت، او وجود اشخاص. يعني ليس من المعقول مثلا يكون انا قدمت له دفعه او اثنين او ثلاثه من المبالغ الماليه وهذا كلياته انا لوحدي. هلا هون رغم انه في صعوبه بالشيء، لكن هي ضروريه هي الصعوبه لسبب انه اذا انا بدي افتح الباب على مصراعيه في انه اتقبل اي شكوى انا ممكن تصير، يعني تستخدم بطرق ثانيه تصير كيديه. اي شخص له مشكله مع شخص اخر، انا فلان فلان اعطيته مصاري، ما عندي اي دليل. كمان القانون لما حدد شيء في ضمان حق الشاكي والمشكو منه، انت اثبت وقوع الجرم هذا وانا راح اخذ لك حقك من القانون، لكن ما فينا أن أتركه من دون أي إثبات، من دون بينة شخصية، من دون سندات. لكن عدم توفر سندات لا يعني انتفاء جرم النصب والاحتيال. أنا مجرد أن يجيب شخص يثبت أنه هذا الشخص فعلا عرض عليه فكرة المشروع، فعلا أوهمني فيها، فعلا قبض مني مبالغ مالية، فعلا أعطاني أرباح بفترة معينة، هذا كلياته
دليل واثبات على وقوع جرم النصب والاحتيال. هذا من كفي ان احنا بعد اقامه احاله المعروض او الشكوى الى الجهات المختصه لاجراء التحقيقات اللازمه يتم استدعاء الشاكي، يتم استدعاء المشكي منه، في حال تغيبه يتم اذاعه البحث عنه، يتم استدعاء الشهود في حال وجوده، فيما بعد يتم اعاده الضبط بعد إجراء التحقيقات لازم طبعا بأمر من القضاء إلى القضاء اللي هي بوصف الجرم وبيحيل إلى المحكمة المختصة لتأكد والثبوت من وقوع جرم النصب والاحتيال أو لعدم وقوع جرم النصب والاحتيال. مثل ما حكيت لك حتى ما يكون مفتوح لتستخدم بطرق تؤدي إلى يعني الكيد أو الإضرار بالطرف المشكو منه. هي لا، القضاء بيتأكد هل وقع جرم النصب والاحتيال بيعاقبه حسب العقوبات المقررة قانونا. طيب خلينا نحكي إذا الشخص كان موجود خارج سوريا كيف بيتم التعامل معه؟ في حال كان الشخص بنلجأ نحن هون على الأغلب في حال كان خارج سوريا فرح يتم رح يكون احتيال عبر الشبكة. هون نفس الإجراءات بتتم اللي حكيناها قبل شوي اللي هي عن طريق تقديم شكوى أمام النيابة العامة، إحالتها للجهات المختصة، يحيلوها الفرع لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وفي حال ثبت للجهات المختصة هي وقوع الجرم خارج حدود الجمهورية العربية السورية يتم إزاحة البحث عنه لهذا الشخص. طبعا نحن كونه حاليا لا غير مطبقة اتفاقية الانتربول الدولي فهي لا يمكن تسليم في صعوبة صح؟ في صعوبة هذا اللي عم يسأل إذا في اتفاقيات دولية ممكن فيما بعد في حال تم تطبيقها يتم استدعائه ويتم حكمه ويتم صدور حكم عنه يطالب بتسليمه لهذا المجرم قضاء العقوبة المقررة، لكن يتم إذاعة البحث عنه، يتم وضع ترصد قدوم له، في حال دخوله أراضي الجمهورية العربية السورية يتم توقيفه. هو الإجراء الوحيد إذا دخل الأراضي السورية فقط يتم إجراء قانوني تجاهه. طب خلينا نحكي عن القانون الأساسي اللي بدينا حديثنا فيه، قديش مهم اليوم تعديل بما يخص جميع العقوبات بالاحتيال عم نقول والنصب حتى الغرامة اللي يكون في رادع أساسي. وقلنا بداية حديثنا هيدا مو تبرير لما نشوف النسبة زادت 20% إلى علاقة بواقع الظروف الصعبة أو حالة الحرب أو الوضع المعيشي، فأساساً لازم يكون في تعديل صارم ضمن هيدا القانون لحتى يكون طبعاً في رادع أساسي اليوم ضمن هاي الظروف. لما بصير في فعلاً في تعديل يتم تجديد العقوبة فيها ويتم زيادة الغرامة المالية فيها قد تلعب دور أساسي في الحد من انتشار هذه الجريمة اللي انتشرت بسبب الغلاء المعيشي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية. الشخص لما بده يقوم بهذا الفعل المجرم قانونا قد فعلا يلجأ يعني بده يخاف، عارفين انه نحن للأسف كتير أنا ممكن يجي أشخاص يقول لك أخي أنا احتلت على شخص بمبلغ مالي كبير سنتين زمان بقضيهم بعتبر حالي مسافر بعتبر حالي عم اشتغل فيهن. فعلا هي العقوبة ضعيفة بهالمنحة هذا تماما. الغرامة فيها رغم لو انه في تعويض مادي وتعويض معنوي عن الضرر اللاحق بالضحية، لكن هذا التعويض اول شيء لحد الان احنا التعويض عم بيكون خجول في تطبيقه بال 150 لا هي الغرامة هي الغرامة 100 ل 500 ل 500 تعويض حتى اذا حدد القاضي خجول راح يكون بما يتناسب طبعا مع طبعا لا يتناسب مع فعلا مع الشيء وخاصة مع يعني اختلاف سعر الصرف مع اختلاف القصص هي كلياتها فعلا ممكن يكون هو شيء ضعيف، لكن لما بتكون الغرامة هي كبيرة وبيكون العقوبة بالأساس حتى مو الغرامة موضوعنا، أنا بعتبر المؤيد الجزائي اللي هو الحبس لما بده يكون من 5 سنوات كحد أدنى، مثلا مثل لما شدد القانون بعقوبة سرقة السيارات لما جعل أنه لا يجوز إخلاء السبيل فيها لا تقل تماما لا يتقل العقوبة عن 5 سنوات صار فعلا في خنوم أنا بده يكون حذر صار في ردع فعلا. نحن لما بتتشدد العقوبة بهالشيء هذا قد تلعب دور أساسي فعلا في الردع في التخفيف في الحد من انتشار هذه الجريمة في حساب يعني الواحد يحسب حساب للفعل الجرمي المرتكب انه انا في حال قمت بهذا الفعل في عقوبة كبيرة لا يجوز اخلاء السبيل فيها غرامة كبيرة ايا كان انا الفائدة اللي جريتها انا راح رد مضاعفة من هذا الفعل لا خليني اجي الوسائل القانونية الوسائل المشروعة. خلينا قبل ما نختم مع حضرتك نسألك كيف ممكن الواحد يحمي حاله من عملية النصب والاحتيال؟ أكيد كتير القضايا صارت مرقة على حضرتك وأروقت المحاكم فيها ألاف قضايا بهذا الموضوع. هلا أنا بالدرجة الأولى نحن حتى ما نوقع ضحية هالشيء هذا، خلي كل شيء مقنن، كل شيء رسمي، كل شيء يعني مثل ما حكيت أول شيء شو نقصد برسمي؟ رسمي أنا عم قدم لشخص مبلغ مالي، هذا المبلغ المالي خليني أوثقه، هذا المبلغ المالي خليني أعمل فيه سندات، خليني أخذ فيه شيك، خليني أساوي عقد، فكان مشروع، كان أي شيء، خليني أنا أقوم فيه بشكل قانوني، أضمن حقي فيه، أضمن في حال في حال وقوع خطأ قانوني أو فعل مجرم قانونا يكون لدي أدلة في الإثبات هذا الفعل حتى تكون العملية سهلة. ما حكيت حضرتك قبل شوي شو الوقت، أنا ما حكينا موضوع الوقت، الوقت ممكن طول لأنه هي صحيح موضوع دعوة
دعوة أنا بدي أحضر شاهد مثلا على تسليم مبلغ مالي وبيتغيب وبيماطل تماما في مماطلة ممكن تأخذ معنا سنة وسنتين وثلاثة. السندات الأمانة هي بتكون إجراء يعني فينا نقول محمي شوي ولا السندات الأمانة هي شيء مختلف عن موضوع النصب. لا بس هي نصب لما نقول نحن بيعلق أنا حقيقة وضع أنا يتم ذكر دائما يعني لما أنت تمنح مبلغ مالي لحدا يشغل لك يا أو كذا في أكيد سند ممكن إجراء قانوني بسيط سند مالي أو أنا مثلا ممكن بعد عمر طويل إنه أنا في إلي أمانة أو مصاري مع هذا الشخص يحمي يردع شوي ولا إلى حد ما كمان لكن جنحة مثل ما جريمة النصب والاحتيال هي تعتبر جنحة في القانون السوري إساءة الاعتماد هي جنحة في القانون السوري لكن أنا مع ذكر الواقع الحال كما هو يعني شو أنا السبب اللي هيك بيصير مثل بناء عقد جزائي عقد تماماً إنه أنا ساعت أنا شو أنا في مشروع هي بنود المشروع سلمت أموال أنا خليني أعمل أمام كاتب العدل أمام موظف رسمي هذا الشيء أنا بيخليني فعلا وثق حالي خليني أثبت وقوع جرم النصب والاحتيال عليه وقوعي ضحية بيساعدني بالقضاء حتى يعني العالم بتقول إنه أنا بدي مؤيد جزائي أنا ما بدي بس أساوي سنة دين لا أساوي سنة دين في حال وجود الشخص الآخر أو الفاعل بجرم من النصب والاحتيال لديه أي شيء مملوك لديه مركبة لديه عقار لديه بيت أي ممكن أنا أحجز احتيال عليه. الشخصية يختلف؟ احتيال الشخصية يعني انتحال شخصية هي أحد الظروف ممكن اللي ممكن قد تكون شرطة من شروطي لاستخدام اسم مستعار أو صفة كاذبة سبب يعني هي استخدمت دسائس استخدمت وسائل احتيال لإقناع وإيهام هذا الشخص بقدرتي على القيام بفعل ما بغية حمله على تسليمي مال مقول أو غير مقول قد تكون هي شرط من أو سبب من أسباب أو خلينا نقولها هي أحد أسباب لوقوع جرم النصب والاحتيال والشروط لوقوع جريمة النصب والاحتيال. لو بشكل مختصر شو أهم شيء برأيك اليوم لازم يتعدل بقانون العقوبات؟ هل هي تفصل أكثر البنود أو الأساليب اللي تكون العقوبة المالية ولا عقوبة الحبس أو الحجز؟ هلا أمت بس أول شيء وضع هيدا القانون مشان وضع قانون العقوبات أمت أول مرة؟ هلا قانون العقوبات هو صادر عام 1949 يعني لازم مش تعديل لازم طبعا يعني التعديلات خجوله تعديلات غير موجوده مثل ما حكينا قبل شوي عن الجريمه الالكترونيه الفكره انا اللي بدي اذكرها انه تعديل الماده المتعلقه بالنصب والاحتيال هي لا تتعلق فقط بالعقوبه صحيح. يعني انا لما بشرعن العديد من الافعال يعني انا لما في عندنا كثير افعال مجرمه قانونا بشكل كامل لكن انا لما بشرعنا وبقننا ضمن اطار قانوني محدد يسمح للاشخاص بتوثيق هذا الفعل المتفق عليه ما بين الجاني والمجني عليه أنا بساعد في الحد منه بدرجة أولى قبل تطبيق العقوبة صحيح. يعني إحنا عندنا في كتير أفعال أو كتير قصص ممكن تصير بين أشخاص لكن بيخافوا يوثقوا طبعا أنا ما عم بحكي بشيء مخالف للنظام العام بيخافوا يوثقوا أنا لما بشرعنا وبقننا ضمن قانون معين بساعد الأشخاص على تقنينه على كتابته على توثيقه هو أنا بنفيها للجريمة من أساسها أكيد. بالختام نتشكرك الأستاذ المحامي أحمد دعبول نتمنى يكون في تعديل قوي لقانون العقوبات العامة لأنه مثل ما قلت يعني من عام 1949 يجب يكون في تعديل صارم للحد والردع من هي العمليات النصب والاحتيال. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا. شكرا لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها اليوم. أهلا وسهلا. أما هلأ نرسل الوقت لنروح لغرفة الأخبار الاطلاع.